فاحنا دايما في تواصل مع بعض يعني، لاي اقتراحات اي ملاحظات عليا انا شخصيا ما عنديش مشكله خالص يعني، وان كنت مش هتلاقوا ملاحظات خالص هتلاقي الدنيا كلها زي الفل يعني. معايا على التليفون كابتن طارق يحيى. مساء الفل. قول يا عرب، ازيك حبيبي؟ ازيك، انت عامل ايه؟ متالق. انت المتالق يا حبيبي، مبروك البرنامج الجديد والتوفيق دايما كده يا حبيبي ان شاء الله يا رب. انا لسه قايل دلوقتي يعني واحده من الفرق اللي عامله مباراتين او اسبوع اول واسبوع الثاني على اكمل وجه، ونموذج نموذج في الارتداد، نموذج في بناء هجمه، نموذج في سرعه ونقل هجمه من حته لحته، نموذج في الترحيل، في الضغط الجماعي، في السرعه، في الريتم، في كل حاجه. لكن تبقى اهم حاجه في الكوره الاهداف يعني. صحيح. قلت يعني بتروجيت لو في حد بيستغل الاهداف اعتقد ان كان ممكن يكسب في المباراه الاولى بشكل مرتاح جدا، والمباراه الثانيه بنفس النظام. ما الله يخليك يا رب، كل سنه وانت طيب اولا، وما تحرمش منك الكلام الكبير ده يعني. الحمد لله بفضل الله زي ما انت قلت كده، انت يعني لخصت في اوجزت زي ما بقول. احنا لعبنا مباراتين كويسين مع فريقين كبار جدا جدا، لكن ما كانش عندنا حظوظ في ان احنا نحرز اهداف، برغم ان احنا وصلنا للمرمى بشكل كبير وبشكل يعني منظم جدا وهايل جدا من الناحيه التكتيكيه والناحيه الخططيه. ما فيش شك احنا بدايه موسم كانت سيد، وفي نفس الوقت يعني لم تكتمل اللياقه الذهنيه ولا البدنيه لكل اللعيبه، واللياقه الذهنيه دي حط عليها 100 خط، لان انت بتتكلم في الناحيه البدنيه لما بتبقى 60% ايضا بتبقى الناحيه الذهنيه نفس الكلام، لكن لما تبقى انت 80 90% من الناحيه البدنيه هتبقى عندك 80% من الناحيه الذهنيه. الذهن بيدي اشارات للعضلات بالشغل، وبالتالي بقى عندك تعب او اجهاد او بعض او بمعنى اصح عدم اكتمال لياقتك البدنيه بشكل كبير، فده بيدي نوع من التاثير في الاحراز الاهداف، برغم ان الاهداف سهله خلي بالك، مش محتاجه كل الكلام اللي بقوله ده. يعني انا قلت للعيبه كده، قلت لهم يا جماعه ده انفرادات، بتتكلم في انفراد، مش محتاج ان انت اكتر من انك انت تركز وتشغل دماغك وتحطها. لكن ده توفيق وعدم التوفيق، لكن زي ما انت قلت احنا عملنا ماتشين كويسين مع فرقتين كبار جدا، فرقتين بمنتهى الصعوبه. انا الحقيقه القرعه كانت يعني صعبه جدا جدا، ما بتلعب زمالك، اسماعيلي، مصري، بعدين يجي لك مصري في النص بقى يعني اتعمل. احنا كنا هنلاعب المصري وبعدين الدجله كانت هتلاعب الاهلي في الاسبوع اللي هو الرابع يوم 24-25 تقريبا، الاهلي والمصري عندهم مباريات في الكونفدراليه وبطوله عربيه اعتقد الفتره دي، فالحاج عامر راح على الماتش دجله قبل المصري يوم الجمعه الجايه، فاحنا عندنا جمعه دجله وبعد كده المصري يوم الثلاث. بالتالي انت ما فيش شك القرعه صعبه يعني، لكن الحمد لله اجتزنا الامتحان الاول بشكل جيد وقدمنا كره كويسه وعبرنا عن شخصيه الفريق. الماتش الثاني برضو الناس كانت بتقول ان ممكن تكون دي طفره، ممكن تكون ده ماتش يعني حلاوه روح زي ما بيقولوا، لكن الحمد لله الاسماعيلي في الاسماعيليه تيم كبير، تيم محترم، تيم كان مجهد جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مباراته السابقه لينا، لكن الحمد لله تعاملنا مع المباراه بشكل جيد. العيال الولاد ادوا مباراه تكتيكيه وبدنيه وخططيه على اعلى مستوى. طبعا ما اقدرش غير ان انا اشكرهم على مجهودهم في المباراتين، لكن احنا قدامنا مشوار طويل جدا جدا. اختيارات اللعيبه الحمد لله كنا موفقين فيها بشكل كبير، اختيار فتره الاعداد، بدايه فتره الاعداد كنا موفقين، لان انا بدات كابتن سيد من 15 رمضان. فعندي فتره، لان انا عامل حسابي ان انا المجموعه اللي جت كلها سواء من الممتاز به او من الدوري الممتاز كلهم ما كانوش بيلعبوا اساسيين في الفرقه، ومخلي بالك. يعني حتى اللي جاي في الدوري الممتاز ابراهيم القاضي ما لعبش مع المقاولين مثلا 4-5 ماتشات السنه اللي فاتت. بتتكلم في لالا، احمد مصطفى لالا راجل ما لعبش ولا مباراه السنه اللي فاتت. زولا جايبه من نادي الشمس درجه ثانيه، محمد رضا جايبه من درجه ثانيه، احمد صبحي حتى في المقاولين ما لعبش برضه ماتشات كتيره، كان بيلعب مساك حتى مش باك رايت. وبالتالي انت السباعي يمكن الوحيد اللي كان بيلعب بصفه منتظمه مع النصر. فبالتالي انت محتاج انك انت تعمل فتره اداء طويله المدى، ما تبداش تدي راحه بدات على طول اديت راحه لمجموعه اللعيبه اللي باقيه معايا من الموسم اللي فات، وبدات مع الجداد كلهم، وبعد كده انضموا القدام بعد كده بعديها ب 10 ايام على اساس ان احنا نعمل التوليفه بتاعتنا، والحمد لله يعني يمكن وصلنا لمرحله مش وحشه. طيب خليني اقول لك من الحاجات الايجابيه جدا احمد زولا ده، افتكروا الاسم ده كويس، لو استمر بالشكل ده، انت عارف في الدوري المصري في حد بيبدا كويس قوي وبعدين لازم يحصل له دعم التطوير.
يبقى بيطور في أدائه، وواحد بيفضل على نفس المستوى اللي ظهر بيه ما بيزيدش ولا بينقص، فالدنيا بتبقى باهتة، بيبقى ملوش طعم ولا ريحة ولا أي حاجة خالص. واحد بيحصل له تطوير، البداية بتاع أحمد زولا لو في تطوير في أدائه أنا بحييك جدا، واحد عنده حلول كتير قوي فردية وعنده سرعة هي الأهم في الكرة في الوقت الحالي على مستوى العالم، يعني بيروح عنده جراءة عنده حاجات كتير جدا، بحييك على ده. وبحييك كمان على حاجة، لازم كل اللي يشتغل الشغلانه ديت يبقى فاهم كويس قوي ايه اللي ممكن يحصل في لعيب زي بيكلي مثلا. بيكلي ده في البدايه كان هايل جدا رائع جدا، وبعدين حصل له نوع من التدهور الشديد جدا جدا في المستوى، وافريقي يبقى في بيلعب في غير الاهلي والزمالك لما يحصل له تدهور في المستوى ما تتمنى يعني ما تستناش خير كتير، لان الطموح بيقل والحياه بتقل وخلاص، يعني الريتم كده هيبقى ثابت وبيدور على حته تانيه. فبحييك ان انت رجعت بيكلي لسابق عصره، وخصوصا من سنتين ثلاثه فاتوا، والنهارده كمان على اكتشافك لاحمد زولا، وواحد كمان من نص الملعب او من لعيبه نص الملعب الممتازين جدا واللي محدش واخد باله منه هو احمد العجوز. بالظبط كفايه كلامك مظبوط. يمكن زولا انا جبته من نادي الشمس اللي في يناير اللي فات، لعب معانا يعني اخر حوالي 6 أو 7 ماتشات في الدوري، ظهر بشكل كويس، لكن طبعا انت عارف الولد لسه كان جاي من الدرجه الثانيه دوري ممتاز، فنقله كبيره بالنسبه له. وكان عندي كريم طارق هو اللي كان بيلعب اساسي قبل ما انتقل لطلع الجيش، فبالتالي كان هو بديل استراتيجي كويس لكريم طارق. بالنسبه لبيكلي انت يعني جبت مربط الفرس زي ما بيقولوا، بيكلي بعد عرض النادي الاهلي من سنتين بانضمامه وفشلت المفاوضات تقريبا، اداره نادي انبي اداره نادي بتروجيت بالغت في الفلوس يعني اللي دفعت النادي الاهلي صرف نظر، فالولد احبط بشكل كبير جدا لدرجه ان الاداره صرفت النظر في ان هو الولد خلاص مش هيجي منه، الولد لازم يمشي. فانا لما جيت مسكت السنه اللي فاتت انا طبعا ما كانش ينفع ان انا امشي لعيب زي بيكلي محوري بالنسبه لي، فقلت له هيقعد معايا 6 شهور دول وبعدين نشوف الدنيا فيها ايه. جبت بيكلي وقلت له والله بص يا ابني انت قعدك سنه ونص في النادي، انت عايز تمشي خد بعضك وامشي دلوقتي حالا، مش هعتمد عليك. غير كده عايز تلعب معايا وتفضي دماغك وتشتغل اهلا بيك، ما انتش عايز قول لي مش عايز. الولد قال انا مش عايز، قلت له خلاص بالسلامه مشي. فوجئت بعد اسبوع كابتن سيد جالي الولد وقال لي انا يعني سمعت عنك وناس كتير جدا بتتكلم كويس، فانا حابب ان اشتغل معاك. قلت له خلاص انسى كل اللي فات ده وابدا معايا من جديد. والناحيه الماديه الحمد لله الناس ساعدونا بشكل كبير جدا، بيطلعوا له بانتظام، الولد فعلا نفسيا عالي بدنيا كمان عالي فاهمني. فالحمد لله بفضل الله قدرنا نرجع بيكلي لمستواه اللي كان قبل الاهلي ما يفتح معاه مفاوضات وفشلت. فالحمد لله العجوز شالني السنه اللي فاتت يا كابتن سيد، العجوز لعب كل الماتشات معايا السنه اللي فاتت. ما تنساش كمان ان انا دعمت بحميد ماو، ده منتخب تنزانيا، كابتن منتخب تنزانيا. اوكي. وده لعيب ديفندرز عالي قوي، لعيب كويس جدا من اللعيبه البصيره كويسه والمهاجمين كمان، يعني بيشتغل ديفندر وبيشتغل لقدام الناحيه لقدام مع الفارق طبعا زي مودريتش كده. انا احب الديفندر اللي هو لعيب الكوره وفي نفس الوقت هو الفرق بس اللون بس، الفرق بينه وبين مودريتش اللون بس. لا هي نفس الوظيفه انت فاهمني، بس طبعا بنقول الحمد لله شكرا لله، يعني اتمنى ان هم يستمروا على هذا الاداء وهذه الروح، لان طبعا انت عارف الدوري صعب جدا وقوي جدا. طبعا طبعا. طيب انت عارف انا غلاوتي عندك زي احمد عبد الفتاح ومدحت عبد الهادي، مظبوط ولا هم اغلى شويه؟ انا اكتر معلش. طيب بالامانه كده، بالامانه بعد مرور اسبوعين ورحيل محمد رجب عندك وراح الانتاج الحربي وبتالق بعد مباراتين وبيحرز هدفين في الهدف في اللقاء الاول وهدف في اللقاء الثاني، ما ندمتش؟ ما حسيتش ان انت استعجلت؟ بص في لعيبه لما بتقعد في نادي بتبقى نفسيا مش قادر تدي خلاص. وبتبقى انت خلاص خلصت كل حاجه عنده، فمحتاج تجديد دوافع. عشان انا كطارق يحيى وكبتروجيت اجدد الدوافع مع رجب كان من ربع المستحيلات عشان تبقى عارف. هو الولد ما انت جددتها مع بيكلي، ما انت جددتها مع بيكلي. بيكلي مختلف. بيكلي مختلف، كان رجب السنه اللي فاتت راجع من اصابه صليبي. كان عنده مشاكل غير طبيعيه مع الاداره فاهمني؟ وكان في رفض تام، انا قعدته السنه اللي فاتت بالعافيه. وفي نفس الوقت كهو نفسه كمان الولد مش حابب انه يقعد فاهمني؟ فهو خلاص وصل لطريق مسدود مع النادي، فانت بالتالي كمدير فني ما انتش عايز تصدر ليك مشاكل ومش عايز تصدر لكمان الاداره مشاكل. وطالما انت بدات عمليه التغيير فلابد ان التغيير حتى يشمل بعض اللعيبه اللي ممكن تستمر
ولكن ادائها مش هيبقى على مستوى اللي انت عايزه كمدير فني. هو ده اللي انا شفته من رجب. لكن انا رجب لغايه اسبوع فات كان عندي في النادي يستلم باقي مستحقاته، وبعدين هو كان فاقد الامل في ان ياخد المستحقات. لما كانت بتجي احنا كل شهر بنطلع مبلغ كده لكل القسط للولاد، هو ماشي كان فاقد الامل ان القسط ده يوصل له، فكل قسط كان بيوصل له كنت بكلمه. انت متخيل؟ اوكي. يا عم رجب الرنه جات لك، عارف انت البنك لما هم عاملين فيزا اللعيبه فبيجي لك رنه على الموبايل. لو انت استاذ في المصطلحات دي بصراحه، المصطلحات الماديه استاذ فيها. يا رجب الرنه جات لك، ايوه يا ابو الكباتن خلاص يا عم هديت، ايوه يا ابو الكباتن صدقتني لما قلت لك ان فلوسك هتوصل لك لغايه عندك. يعني هو بعد ما مشي كاميرا انتاج حماد انور اتصل بيه وجابه الاسبوع اللي فات، فاهمني، واداله بقيه مستحقاته اللي باقي. فانت بتتكلم الرنه طولت المره اللي فاتت، الرنه ما طولتش، لا والله ما طولت. دي الحاله بتاعت رجب. لكن هو كفنان، انت شرحت الحاله والنبي ما تاخدني، والنبي يا ابو الكباتن باش كاتب مش هيلعب على باش كاتب، قول لي في الاخر يعني حسيت ان انت استعجلت في الموضوع ولا لا؟ لا بالعكس، انا عندي الحمد لله بفضل الله عندي رؤوف، عندي شاهين، عندي محمد سالم جبناه تاني. خلي بالك شاهين السنه اللي فاتت كان لا كان كويس جدا وادى كويس جدا، يمكن استخدامه في الشوط الثاني انت بتفضله، لكن في النهايه انت يعني عندك محمد سالم برضه لعيب كويس قوي، بس يمكن اصاباته في الخلفيه بالذات بتعطله شويه، لكن طبعا واحد من الناس اللي عندها صفات كتيره جدا. كابتن طارق يحيى كل التوفيق لحضرتك، فرقه ممتازه وان شاء الله الرحمن في اللي جاي يبقى احسن واحسن باذن الله. طيب عايزين نجري مع بعض شويه عشان